السلام عليكم. صح رمضانكم، صح فطوركم. جو سوي لا بريزيدون دو لا ليغ دي سبور ميكانيك. هاد المظاهره تاع اليوم سي لا 3ييم ايديسيون كون في. الوغ سي لو جيم كانا، سي لا بروميير فوا رانا نديروه في الجايه. عندنا دو كاتيجوري، عندنا موتو اي اوتو. وفي كاتيجوري اوتو اون ا اوسي لو برو اي لاماتور. الوغ كوم سي لو 8 مارس درنا عندنا لي بيلوت مشاركات نساء ما بيناتنا. عدد مشاركين، عندنا المشاركين تاع بجايه تاع بديده تاع بويغه تاع الجزائر الوسطى. الوغ بور لي موتو لا يبارك اون ا بلوس دو 40 او 50 او 50 موتو سي يا با دو شانجمون. بور لي برو عندنا لا يبارك 20 مشاركين. و بور لي اماتور بور لو مومون عندنا اون ليست اوفير، بور لو مومون عندنا 30. السلام عليكم. زيد فلاون اطلع السيد الاستاذ لوبوف on vient d'assister à un événement important, un événement la Ligue de sport mécanique de Wilayen Bdayet, la deuxième édition d'organiser les portes ouvertes sur le sport mécanique. Denis Farahan, c'est la présence Michel, la présence des jeunes, avec Zarim, sa discipline sport mécanique, c'est une discipline vraiment Moucharem, les Hagorna, de Wilayen Bdayet, malgré ça, à quelques clubs. يخدم سبور ميكانيك او سي نسعى ليك انا اذا تمطوط ليغيتي بريزيدين تخدم في هذا ان كرون ترافاي بور لا بروموسيون دو سبور ميكانيك لا ولاين بدايت. نعلم سي با فاسيل كنيك لابي وين نعلم اون با ريبوندر ا لور بوزوا مي اوسي نو سيد ارداي بور لي زونكوراجي اكني نو سا لاني باسي نو سيد داني نتعاون اثنا كنتمر اثنا ثاني مرتو كيتي لي زورغانيزاتور. مع السلامة. أقلع غيق ستر ليبول يعني كم زواري أعطيهم الصحة لز أسوسيسيون إلي كلوب أورغانيزين إلي المباراة موين فراش أقلع أقلع غسلي من وين يوليك من دي حضر ما سيغيين أعطيهم الصحة يعني إلي كلوب سكورتي في إلي كلوب ميكانيك حاجه يعني تجدد حاجه يعني كان حاجه كان تجمع عليك الدريان بكيف السيد حاجه صراحه شنو يعني كان كان مرت من سنتين قران كاس اخلا غير وما وما البريزيدون دابيسي وكتير من بربي اسمبلي اخلا غير اما الساعه اما الزكا قلت لك سبورتيف تعاوني كان ومازال نرمي ان شاء الله زيد نعاون. السلام عليكم وصحة فطوركم ويعطيكم الصحة كي عرضتونا وجينا عندكم ومعكم مبروك يخلف من انردي وهذه طبعه ثالثه ان شاء الله اللي راكم تعيطونا ان شاء الله ولبيو فيها طالب ونجو ويعطيكم الصحه على كل حال. اوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.